الإنسانة الجميلة ميرنا وليد. النهاردة في اليوم العالمي لتكريم المعاقين، إيه رسالتك اللي تحبي تقوليها أو جيتي هنا بغرض إيه؟ جيت هنا بغرض أكسب ثواب وأفرح إن الناس تبقى فرحانة بوجودي، ودي أقل من أقل حاجة أقدر أعملها. إنه هم لما بيحبوكي بيحبوا يشوفوكي، لما بيحسوا إن أنت اهتميتي بيهم بتزرعي البسمة على وجوههم. البسمة دي بتنقلك إحساس بالأمان حلو قوي، وإحساس بصي هو أنت قلتي حاجة حلوة قوي، الإنسانة، والإنسانة دي حاجة يعني صدقيني لو قلت لك انه بالنسبه لي اهم من فنانه ومن اهم من نجمه واي تقديم ممكن تقدميها، لان احنا في الاخر بني ادمين او بني ادم، طبعا بني ادم انا مش عايزه اغلط لغه عربيه، بس احساس الانسان بالانسان دي 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 نعمه ربنا يديها، لانه لو كل واحد عايش لنفسه مع نفسه هنبقى في غابه. وللاسف احنا في فتره او احنا في زمن الناس في بقت بجد صعبه، وبقت بجد وحشه، وبقى بجد في عنف مش طبيعي عند الناس، وبقى بجد بقينا نسمع عن حاجات عمرنا ما كنا نسمع عليها. الاسوأ جت في قلوب الناس منين انا مش فاهمه، والله العظيم ما فاهمه. يعني ساعات بقعد اتفرج على حاجات بقول طب ازاي قدر يعمل كده، طب نام ازاي، طب ازاي الناس عملت كده ونامت. ربنا يهدي الناس وربنا يحنن قلوبهم على بعض. أنا جيت يا رب يعني يا ربنا يكتبها لي في ميزان حسناتي، وصدقيني أنا مبسوطة جدا إن أنا تواجدت في وسطهم. يعني أكيد أنا اتبسطت أكتر مما اتبسطوا صدقيني. أنا لما ببقى بشارك في حاجة زي كده بروح جوايا سلام نفسي جميل، هم اللي بيعملوه لي، فبحب أتواجد في وسط الناس. شايفة أن الدراما والسينما أعطت لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين حقهم أن هي عبرت عنهم؟ أكيد لا، في شوية أعمال تناولتهم، بس صدقيني هم يستحقوا أكتر من كده بكتير. يعني زي ما انت شفتي، انت حضرتي معانا الناس وشفتي الإمكانيات والمواهب الفزة اللي عنده. يعني احنا هنا لو نادي كسب نادي في مصر جوه بعض كده بيعملوا له هيصه وزنبليطه والدنيا بتقوم ما بتقعدش. طب دول رايحين بطولات العالم وراجعين لنا بميداليات ذهبيه قصاد كل البلاد في العالم، اوروبا وامريكا، وراجعين كلهم لك احنا خدنا ميداليه ذهبيه، ما حدش سمع عنهم. طب ما هو كمان حرام، يعني ما هو هم يعني زي ما بيحسوا، يعني زي ما بنعملش يعني فوكس على الحاجات دي، زي ما بنركزش على الحاجات دي، ازاي ما بن ليه ما بنعمل لهمش حاجه تفهم الناس دي كلها قيمتهم. يعني ليه ما بنفهمش الناس دي قدرات بيعملوا مجتمع. دول انت شفتي شايفه النهارده احنا اتكلمنا ناس كتير وكلهم من الناس اللي هم ايه ما تكرموش كده، يعني كلهم اتكرموا واخدين السيفيات بتاعتهم وشايفينه ما يستحقوا التكريم او لا، واللي لقوا هم مستحقين التكريم بالميات، عشان كل واحد عنده سيفي مفزع من كتر الحاجات اللي خدها، اللي بطولات واللي رئيس حاجات واللي مدير شركات واللي شاعر عبقري واللي. طب لازم الحاجات الناس دي نركز، لازم نستفاد بيها كمان، لازم نستغلهم. يعني دي طاقات هايلة احنا لازم نستغلها. مصر محتاجة امكانيات كتير جدا من كل ناسها، ولازم كل عيالها يدولها عشان بلد تقف على رجليها. رأيك في الدستور وأنه ممثلهم في مادة يعني خاصة بيهم لأول مرة؟ حاجة تشرف، حاجة تشرف، وحاجة كانت لازم تحصل، ويا رب يبقى ده مجرد كمان خطوة واحدة في سكة مصر للانطلاق المشع للبشرية. وإحنا لما بنقول كده إحنا بنقول كده وإحنا يعني وإحنا عارفين إن إحنا نقدر نعمل ده بمنتهى السهولة، عشان إحنا كنا كده من أيام الفراعنة. احنا بس اللي فضلنا ماسكين راكبين صاروخ ونازلين تحت، نازلين تحت، نازلين تحت، كفايه بقى. يعني ما عندناش تحت بقى ننزل اكتر من كده بصراحه، احنا وصلنا لاقصى حالات للاسف يعني. فنطلع بقى، نطلع ونستغل كل الامكانيات بتاعه كل ولاد مصر. خدي بالك ان كتير جدا من ولاد مصر ما بيطلعوا بره بيبقوا حاجه هايله جدا وبيحتفلوا بيهم وكانهم يعني معجزات. طب احنا عندنا كتير جدا ما بتقدم لهمش حاجه خالص خالص. طيب شايفه دور المجتمع ايه في الفتره اللي جايه عشان يخليهم ليهم دور ايجابي سياسيا ومهنيا واجتماعيا واقتصاديا؟
لك حاجات كتيرة قوي. اولا ابتدي قربي للناس دي وابتدي كل واحد كل حالة على لوحدها ابتدي فهمي منها تقدري تستغلي منها ايه. ده في واحد جالي مترجم ياباني قلت له يعني الياباني صعب قوي بيدوروا على الحاجات الصعبة ويتحدوا نفسهم ويتحدونا ويقولك احنا نقدر نعملها وانتوا بتقدروش وهي حقيقة. فهم امكانياتهم اكبر مننا بكتير بكتير ان سبحان الله ربنا عادل اصلا فبياخد من حته دي في حته فواخد منهم حد مش قادر يمشي حد مش شايف بس مديله موهبه في حته تانية فزه ما ولا تعرفي توصلي لها. فالحاجات دي لازم بجد نستغلها. مصر محتاجه كل الامكانيات دي. المعاناه بتخلق معجزات. طبعا طبعا. وهم احساسهم ان في حاجه عندهم ناقصه بيبقوا عايزين يبقوا زايد عن اي حد وده حقهم وبرافو عليهم. يعني انت تلاقي بني ادم بدل ما يعلق لك بقى تلاقي مثلا واحد ايه اصل مامتي طلقت ابويا فانا ضعت وشمت هروين و بياخدها للفشل بالظبط. يعني في ناس بتعلق مشاكل جامده جدا على حاجات بص دول بقى ما قالكيش اصلا انا ربنا خلقني مش عارف ايه فانا بالعكس قالك انا هبقى احسن واحسن واحسن. ده صح ده النجاح هو ده النجاح في حد ذاته. رساله للفنانين في بعد كده يبقى ليهم دور ازاي لاني برضو تواجدهم ما كانش كتير النهارده فرسالتك ليهم ايه؟ رسالتي ان انتوا لازم تتواجدوا لان هتحسوا احساس اولا حلو جدا ثانيا لازم تحسوا بمجتمعكم وتواجدكم مع المجتمع ده هيحسسكم بيهم هتحسوا انتوا عايشين فين هتدي لهم دفعه هتخلوا الناس دي هتساعدوهم نفسيا انهم يدوا اكتر لما يلاقوكوا بتقدروهم هيحسوا بقيمتهم اكتر ويحسوا ان هم مش بعمالة بيفحطوا في الصخر في حتة لوحدهم ما حدش حاسس بيهم. هو ده المهم. وياريت في اعمال جاية فعلا نركز عليهم اكتر ونهتم بيهم اكتر. اخر اخبارك الفنية حاليا بصي احنا في حاجات عاملين يعني في حاجات شويه حاجات مضينها بس للاسف الكلام ده من سنه. انت عارفه ان مصر حاليا بتعدي في فتره انتاجيه صعبه جدا. كله كلام كله تجهيزات لكن رسميا لسه مش اي حاجه داخله حاليا. وقبل ما البلد تبقى مظبوطه 100% والدنيا تبقى امان والحياه تتظبط مفيش اي شغلانه هتمشي. سؤال رساله للجيش والامهات الشهداء. لامهات الشهداء اقول لهم ربنا يصبركم هي لحظه صعبه قوي. بصي هي بتبقى عارفه ان ابنها شهيد ودي اعظم حاجه ممكن يتمناها حد لان في الاخر اصل اللي بيموت النهارده ولا اللي بيموت بعد 10 سنين ولا اللي بيموت بعد 20 سنه احنا كلنا ميتين ميتين لكن اللي بيموت شهيد ده حد ضامن اخرته دي اهم من دنيته. لكن مهما قلنا مفيش كلمه بتصبر الام لان لحظه الفراق هي اصعب حاجه في الدنيا. لما يبقى عندك حد غالي ويروح منك وضناكي وحلمتي له وحلمتي بيوم فرح وحلمتي يوم عياله وحلمتي 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 وقعدت 20 سنه 30 سنه تكبري وتعملي وتعلمي وفجاه يروح منك ده احساس قاتل. ما فيش كلمه توسيه مهما حتى كانت عارفه انه ابنها شهيد وابنها في الجنه ان شاء الله بس الاحساس صعب قوي. احنا مش عايزين بقى كفايه كفايه دم كفايه عنف. مصر عمرها ما كانت عنيفة ولادها عمرهم ما كانوا ضد بعض. يعني منه لله اللي فرق شعب مصر. أما للجيش فبقول له اوعى تضعف. انت جيش مصر انت حتى لو افتكرت ان الناس ضدك او في ناس مش حباك او في ناس مش فاهمة هم مش فاهمين دي مشكلتهم هي دي مشكلتهم. اللي ملوش خير في بلده وفي جيش بلده وده ملوش خير في حد في الدنيا ما تستنيش منه حاجة. أنا بقى عايز أقول حاجة للناس تانية بقى. عايز أقول للمصريين اللي بيخربوا في مصر للمصريين اللي هم ضد جيش مصر عايز أقول لهم حاجة واحدة بس. بصوا على كل البلاد اللي حواليكم شوفوا سوريا شوفوا العراق ودي كلها بلاد عظيمة. شوفوا لبنان شوفوا ليبيا خدوا بالكم البلاد دي كلها اللي بيحصل دلوقتي انهم بيفجروا لهم في الجيش بتاعهم سواء لبنان سواء ليبيا سواء سوريا سواء العراق. يا رب ما نشوف مصر زيهم. ولو فضلتوا ضد الجيش وضد الشرطه في يوم من الايام هتشوفوا مصر زيهم. بس المشكله ان انتوا هتبقوا حاسين من جواكم ان احنا كنا سبب في ده
ان احنا ملحقناش ده او ان احنا اتضحك علينا وخلينا بلدنا كده. وعايز اقول لكم حاجه، لما بلدكم تقع اعوذ بالله ورب ما تقع ابدا، لو بلدكم وقعت لا سمح الله بلاد الدنيا كلها هتذل لكم، وتفرجوا على 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 كل اللي حوالينا، بلاد الدنيا كلها هتذل فيكم وهتشتري وتبيع فيكم، مفيش بلد هتقول لكم اهلا وسهلا وتكرمكم. فخليكم في بلدكم كرماء، ما تضيعوهاش من بين ايديكم عشان هتندموا ندم عمركم، وهتسيبوا لعيالكم بلد ضايعه، هتستفادوا ايه؟ ربنا ينصر مصر وينصر جيشها وينصر شرطتها وينصر شعبها باذن الله. نجمه الانسانه ميرنا وليد، نورتينا في بوابه اخبار اليوم. ليكي خالص، ميرسي.